إلى إلى يستلم الحجر ويقبله إن أمكن، فإن لم يستطع ذلك فإن لم يستطع أن يستلم الحجر أن يمسح عليه وأن يقبله أشار إليه بيد واحدة، لا كما يفعل العوام بيدين، بل بيد واحدة بسم الله والله أكبر، وقال ذلك كفى. وإن أراد أن يقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يطبق السنة يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ من عند الحجر الأسود، ويسن له في الطواف أن يطبع أن يجعل رداءه وسط ردائه تحت ربطه الأيمن، وأن يجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، فوقت الانطباع يكون عند الطواف لا قبل الطواف، ولا يجوز الصلاة حتى في الصلاة التي تكون بعد الطواف لا يجوز الصلاة، وأن يجعل أحد كتفيه مكشوفين، فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعود للطواف، الطواف يكون يبدأ من عند الحجر الأسود، ويسن للرجل أن يجعل رداءه وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على كتفيه، وأن يرمل بالثلاثة الأشواط الأولى، أي أن يمشي مشيا سريعا بخطى متقاربة، هذا في الثلاثة الأشواط الأولى، يفعل ذلك إن أمكن، فذلك فتلك هي السنة في الثلاثة الأشواط الأولى، أما الأربعة الأخيرة فلا يرمل، بل يمشي مشيا على مشيا عاديا، ويسن عند وصول إلى ركن اليماني وهو الذي يكون قبل الحجر الأسود أن يستلم أي أن يمسح عليه.